مش عاوزك يعني الجبنة على مال وشي كده. سيبك من دخلة الحريم دي، انا زي الفل اهو. ايه؟ انا لازم ابقى عيان وبموت عشان تيجي تزورني ولا ايه؟ انا قلت كده برضو. قاعد بقى فاضي، عايز يجيبني ويرازيني وخلاص. مالك يا سيد؟ ماليش مالي. مدعوك بس حبتين في الشغل، بس ما تقلقش عليا، ابنك حامي ويفوت في الحديد. تفوت في الحديد وتجيبه نصين ماشي. انما تاخدك الجلالة وتدوس على حبايبك وناسك، ساعتها انا اللي هقف لك يا ابني. يا نهار اسود، تتقطع رجلي قبل ما توقف لي في حاجة. سيبك من الباكج ده. انت مزعل خطيبتك ليه؟ البنت جت لحد هنا اهو وهي مفلوقة من العياط. ميسا جت اشتكت لك. ماشي يا بنت الكلب. طب انا حسابي معاها بعدين. براية يا سيد. انا مصدقنا انك هتتأهل. والبنت جت وقعت في عرضي. هتغيب منك وتتعرض لها عشان وقعت في عرضي ولا ايه؟ يا معلم جدالة انت متعرفش عملت ايه؟ دي بتقرطصني. راح تخطب لنصرة من ورايا. طب اهبط. اهبط. هي حكيت لي على كل حاجة. الحقيقة انا عذرها. البنت قصدها خير. ما رضيش تدخلك في الموضوع على ما تعرف مية نصرة ايه. وانت عارف دماغ اختك بقى اكتر واحد عارفها. صح. انا اكتر واحد عارفها. وعشان كده بقول لك ما تقلقش. زعلت يومين وهتعدي. وعشان خاطرك انا برضه هظبط الموضوع. سيبك بقى من محن الحريم وزعله. وقول لي مالك وما تقوليش مفيش. زمان قلت لي الدنيا دي حياه ورثتها بالدم. وتمامها يا دوب. ربط على الجرح وتشمر لها وشك هتخاف منك وتجري. ما قلتليش بقى ان سمها بيفضل سارح جوه دمك وانت مش دريان. لحد ما بتهد بدنك وبتسقط عاجز قدامها. مفيش هدة تجيب داغ البني ادم قد هدة القلب. وما دام انت موجوع قوي كده يبقى الوجع جاي من قريب. وما دام قريب يبقى لازم تسامحه. عشان لو ما سامحتوش الدنيا هي اللي هتحاربه. ساعتها مش هتقع عاجز، هتقع ميت. قبل ايه؟ قبل ايه؟ عايز ايه؟ تليفوني عشان ايه؟ اخرج بره. الو؟ ايوه. انتي قافله موبايلك ليه؟ لا انا مش قافلاه، بس هو واقع على الارض فبعته يتصلح. طب سيبك من الكلام ده، فهميني ايه اللي بيحصل. كلموني دلوقتي من البلاتو بيقول انك مش جايه، مظبوط الكلام ده؟ ما هو ايه، الشغل ما بيستناش حد. بعدين انت ايه حكايتك؟ ولا كل مره عندك مصيبه شكل؟ بقولك ايه، انت كده بتحرجيني مع الناس. انا اسفه والله، بس انا مش عارفه اعمل ايه. نازله الاوردر ولا مش نازله؟ لا مش هينفع، علشان انا مش عارفه اعمل ايه. دي عيشة ستي. سيد، ازاي عليك النبي ما تسيبني يا اخويا؟ حلفك بخلاوتي عندك لاني عارفه ان قلبك قفل من ناحيتي، لكن حلفك باللي بيني وبينك لو لسه في قلبك شويه معزه ما تردني مكسوره. انا اللي كسرتك يا نصر. ينقطع لساني يا اخويا لو قلت كده. لا، انا اللي جبت كل حاجه على دماغي وظلمتك معايا، بس انت لو تسمعني وتصدقني عارفة ان انا راح مش هيرجع، بس واحد اضربني كسر عضمي ان شاء الله تحل رقبتي كله يهون ولا عيش ثانية واحدة وانت مواري وشك عني وعاعد لسانك علي. بكرة تعود يا نصر. انا فضلت العمر ده كله مخبيه عني وبتبص في عينيا عادي، وانت فاكر ان انا مش قادر ابص لك عشان ناس انت مين؟ المصيبه ان انا مش ناسي وعارف انت مين.
وفاكر كل حاجة حلوة أنت عملتيها معانا يا مصر. كنت بتنامي في حضنه. بتنامي في حضنه بترجعي لنا عادي كده. خسارة. أنت كل حاجة حلوة عملتيها في البيت ده كان الستارة لكل حاجة وسخة عملتيها في البيت عنده. ده كان جوزي يا سيد. أنت عايزني أعيش بطولي تاني؟ تاني إيه؟ وهو كان في أولاني. ما كله راح وخلص. وهو راح. وفضلت أنا مسنودة عليه ومستنياك ترجع من زمان. زمان؟ أنت لسه فاكرة إيه من زمان يا نصر؟ كنت أبويا وكنت أنا أمك لما الدنيا دلوقتي جت علينا. إحنا الدنيا. إحنا اللي بنجرح ونخون بعض. احنا اللي بنندم على كل حاجه حلوه راحت بينا عشان لما ندوس على بعض الجرح يوجع قوي. واللي تقول سمع نفسك وزود في الكلام زي ما انت عايز، بس انت مش ملك نفسك. انت حتى مني غصب عنك وليه حق عليك انك تسامحني؟ حقك اللي عندي انت خدتيه خلاص. لما حميتك من اخواتك ولميت لك ابنك من الشوارع. بس لحد النهارده سيد ونصر بتوع زمان خلاص ماتوا. والمات ما بيرجعش غير يوم الحساب. وانا وانت بقى يا نصر حسابنا خلص مع بعض. باشا اللحمة تبوظ. انزل يالا. انزل. تعالى يا حبيبي اللي موقفك عندك. رجلك عاملة ايه يما؟ تيجي اوديك المستوصف؟ انا لمحت واحد جنبينا هنا. مستوصف؟ امك واتت يا واد. ما تعرقش من خطوة زي دي. حقك عليا يما. لا ايه يا واد في ايه؟ يما عيب، انا كبرت وفاهم وحاسس بيك وباللي حصل لك بسببي. لولا ان انا جيت لك هنا قدام اخواتك ما كانش ده كله حصل. ما تقولش كده. يما انا وقعت على الدنيا لقيت نفسي بطولي. مش عايزك تبقي زيي. اهلك وصادق ومقاطعينك. بعدين معاك بقى. ما تسكتش يا عمر. انا ماشي يما. خلي سيد مش هيصفالك الا الموضوع ده يتلم. ده مش هيحصل غير لو انا مشي. ورحمه ابوك بتقول كده. ده انا ما صدقت ان انا وانت بقينا في بيت واحد. كلامك حلو يا ام بس انا مش هينفع. بس انت راجلي. انت راجلي يا حبيبي. سيد خلق بيحبك يا عبيد. بس هو زعلان مني انا عشان موضوع زمان. ما تمشي وتسيبني لا. بلك انا ندمان على انك معايا. لا يا حبيبي انا ندمان على انك مش معايا من زمان. ايه يا طيب؟ ايه الاخبار؟ صلاح وقع بالبضاعة يا معلم. وانتوا كنتوا فين؟ كنتوا فين يا طيب؟ الله انا مش قايل لكم تشغلوا الحكومة لحد ما هو يهبق بيها. ما قلت لك يا معلم دي حركة قديمة والمكافحة قرشاها. نطرونا وغبوا عليه وكانهم عارفين كمان. يلا ربنا يعوض عليك يا معلم. كنت فين يا سيد؟ صلاح اتمسك. قلت لك يا اخي بلاش فتحة الصدر اللي بتجامد دي. صلاح مين اللي اتمسك؟ صلاح جاي وراك. جاي وراك ازاي؟ طيب لسه هي اللي بتقفش بالبضاعة. مين اللي اتقفش بالبضاعة؟ البضاعة اهي. ايه العربية دي؟ البضاعة فين يا سيد؟ في المية؟ في المية.
انت اتهبلت يا سيد، دوبت البودره في الميه. ايه ده بس يا معلم، وفهمني، الميه دي هنحطها في حلل كبيره، نولع تحتيها تسخن تتبخر، احنا بقى نكفي وشنا عليها نسنفها. اريني. ايه ده بس يا معلم، ايه ده؟ اتفضل يا سيدي. يا ابن العفاريت،